أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. تحدث نواب وناشطون في ذي قار عن ملفات فساد وخروق مالية وتلاعب في مخططات المشاريع الخدمية. وذكرت وثيقة أعلنها مكتب النائب فلاح حسن الهلالي أن مبلغا يقدر ب 17 مليار دينار تم صرفها إلى شركة كيسون الإيرانية المنفذة لمشروع ماء الناصرية، على الرغم من أن نسبة الإنجاز فيه لا تتجاوز 16%. وبينت الوثيقة أيضا وجود مخالفات مالية في مديرية بلدية الشطرة عن شراء حاويات نفايات بلاستيكية ومعدنية وأخرى تخص تجهيز وشراء مظلات جلوس لصالح مديرية بلدية الشطرة. رجح محافظ كربلاء نصيف الخطابي وصول عدد سكان محافظته إلى 4,500,000 نسمة تقريبا بعد 3 سنوات، مبينا أن التخصيصات المالية لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمحافظة. وقال الخطابي أن التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة التي تحتاجها محافظة كربلاء لتنفيذ مشاريعها الخدمية لا تكفي ولا تتناسب كذلك مع الاحتياج الفعلي للمحافظة من المشاريع والزيادة السكانية الهائلة في السنوات الأخيرة. وبين أن كربلاء تعد من أكثر المحافظات العراقية التي تشهد تجاوزات على الأملاك العامة، داعيا إلى وجوب اتخاذ إجراءات جادة فعالة حقيقية للمضي قدما في إزالتها. كشفت مديرية المرور العامة بالعراق عن دخول أكثر من 7 ملايين مركبة البلاد بعد عام 2003 دون أن تشهد البنى التحتية والطرقات أي تطور ملموس أو تحسن. وأضافت المديرية أن وضع الطرق الحالي والتقدم البطيء في بناء وتأثيث الجسور والمجسرات والأنفاق وغياب الحماية للطرق السريعة لا يتماشى إطلاقاً مع أعداد المركبات الآخذة بالازدياد في العراق يوماً بعد آخر. وأكدت المديرية ارتفاع نسبة الحوادث والوفيات على الطرق العامة بسبب عدم تقيد السائقين بقواعد المرور وعدم جهوزية الطرق أساساً للقيادة. قالت وزارة الزراعة الحالية أن أسعار الأسماك في ارتفاع مضطرد يوماً بعد آخر مع زيادة أعباء وتكاليف تربية الأسماك والجفاف الحاصل. وأضافت الوزارة أن السبب الرئيس للارتفاع الذي تشهد أسعار الأسماك ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً في الأسواق هو الحرب الأوكرانية وأزمة استيراد الأعلاف التي أثرت سلباً على مربي الأسماك، حيث قفز سعر طن العلف من 450,000 دينار إلى 1.25 مليون دينار عراقي. من جانبها تراجعت أسعار النفط متخلية عن مكاسبها السابقة مع جني المستثمرين للأرباح بعد صعود الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.49% إلى 109.89 دولارات للبرميل الواحد، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42% إلى 108.92 دولارات للبرميل. وقال 4 دبلوماسيين ومسؤولين يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يهدف إلى الاتفاق على حظر مرحلي على النفط الروسي هذا الشهر على الرغم من مخاوفه بشأن الإمدادات في شرق أوروبا. أما الآن أترككم مع متابعة شيقة مع أسعار العملات.
إلى اللقاء.